السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاس عبد الخالق، مقطع جديد. مقطعنا اليوم راح يكون نمط المهنة الأهلي، حلقة جديدة. حلقة اليوم راح يكون عندنا نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام شنغهاي الصيني، فراح تكون مباراة جدا قوية. خلونا ندخل المباراة. شفت المؤتمر الصحفي في المباراة الماضية، هم بالأحمر وإحنا بالأخضر، الصعوبة راح تكون عالمي زي ما قلت سابقا بسبب إنه مستواي انخفض كثير في اللعبة. راح تكون شكلتنا العويس، خبراني، عبد الباسط، معتز، حسون، ليما، عطيف، سوسة، عبد الفتاح، بلالي، والسوم. الصراحة تشكيلة نارية وحلوة كثير إن شاء الله، يعني راح نقدم فيها أفضل مستوى بإذن الله. فعندنا الصراحة لعيبة ممتازين ومواهب كثير كويسة نقدر نستفيد منها حقيقة. أبغى استدعي هاني الصبياني، أنت شفتوه في الحلقة الماضية بدع الصراحة ولاعب جدا ممتاز. فأنا الصراحة يعجبني هاني الصبياني حقيقة، فغالبا راح نجيبه بدال يزيد البكر. غريب ومندش على الدكة، رايد الغامدي، المجحد، لا حتى المندش ما بستخدمه، بستخدم يزيد البكر. برضو يزيد البكر يعجبني هجوميا سريع. فيلا ندخل على المباراة أمام شنغهاي، مباراة صعبة جدا، ونرجع لكم. يا عبد الفتاح استمر في الأهلي لا تغادر، يا أخبار تقول أنه ممكن يروح الهلال وممكن يستمر في الأهلي، الأيام الجاية تبين كل شيء. ما علينا، الآن عندنا نهائي أو مو نهائي، نصف نهائي دوري الأبطال أمام شنغهاي. فريق صعب الصراحة، عنده هولك، عنده أوسكار، عنده أسماء كثير قوية. أتوقع أننا إحنا كنا معاه في مجموعة واحدة، فلذلك مباراة صعبة. عبد الفتاح ما شاء الله هداف البطولة، 7 أهداف، قاعد يقدم أداء جدا مجنون في دوري أبطال آسيا، فإن شاء الله يستمر على هذا الأداء الرائع. يلا يا شباب، ليو إلى عبد الباسط. عبد الباسط من زمان ولعبت، والله خبراني، معتز، شوف حسون، يا ولد حسون حلو، عطيف، ياه على السلاسة، في سلاسة في اللعب. عبد الفتاح عسيري لكن يخلصوها. لا التشكيلة دي حلوة جدا اللي هي 5 دفاع، ان شاء الله يعني تضمن انه ما يعدي المنطقة حقته، واذا عدى راح يعاني. حسون، سوزا راوغ يا اخي، خطير الآن أمام خبراني، يا وحش يا خبراني، يا خبراني الجرينتا عليه ما يمشي. أحمدوف خلصوا خلصوا يا شباب، اضغطوا عليهم، لا يعدي. أوسكار في الجيب، في الجيب قايل لكم، في الجيب. عطيف حلوة، بلايلي ما أعطاها السومة، بلايلي تردد، عطيف يقول لبلايلي روح، بلايلي يقول للسومة استلم، السومة يقول لبلايلي ارجع، بلالي ياخذها، يوسف حكم فاول والله المفروض يعني فيها يا اخي. السومه حلوه يا ولد العقيد، السومه يا عمر والله حلوه. هولك، الله يا عويس اوف يا شيخ، بغت تدخل بس خبراني برضو شالها، لو كانت بتدخل والله الكوره كانت خطيره الكوره الماضيه. عبد الباسط، عطيف حلوة، حسون تنقل في اللعب، سوزة، عطيف، وانتو بلايلي، يا ولد يا بلايلي حلوة للسومة، السومة يبحث عن مين، يرجع للعطيف، عطيف حلوة ليوسف، السومة، بلايلي بغت. عبد الباسط يبحث عن ليما 1-2 ليما حلوة البلايلي يا ولد، يوسف يا عطيف اوف والله عدى منك يا عبد الباسط، فضيحة لكن خلاص خبراني حشر لي قال له تخسي تعدي يا ابوي، ما صعب على اهلي، يعني صعب انك تعدي من دفاع الاهلي اقصد. ايش هذا يا سوزا؟ والله سوزا ما ينفع يصنع كور، بس يكسر وخلاص. عبد الفتاح عسيري، يا ولد يا عبد الفتاح عسيري، لا يا شيخ صدها الصيني، والله بغى عبد الفتاح يسجل 8 أهداف فاسيه وخلاص، يروح بالاهلي للنهائي، بس ايش نسوي يا الحظ، بس ناقصنا تكمينة الحظ بس لو يضبط معانا نفوز ان شاء الله، بس احنا باذن الله الاهلي ان كان بحظ ولا بدون حظ ما تفرق، لانه الكبير كبير.
والاهلي كبير يحسون. تلعب الفريق جدا عملاق، لازم تلعب وتجتهد. عبد الفتاح لا 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 لا، راح الصيني، راح الصيني، ولكن معتز ابو كلبش الجديد. لا لا يا ابو كلبش، اعطيناك عين، اعطيناك عين يا ابو كلبش. هولك والعويس، العويس يجيب كرت اصفر لنفسه، ما شاء الله كل لعيبتنا اخذوا كرت اصفر. عبد الباسط الحق، لا ما اتوقع انه اخذ، اي ما اخذ، بس انه الصراحه جاب فاول مهم، يعني ممكن لو ما تدخل عويس كانت جول اعتقد. بلايلي الى فتاحين، الله قرا. عبد الله حسون، يا سلام على النقله يا عبد الله حسون، حلوه يا عبد الباسط. عطيف ليما، بلايلي، انا اعتقد انه جاء وقت الصبياني بدال بلايلي. سوزا، حلو من سوزا لحسون، حسون يبحث عن مين؟ حسون يعطيها لعبد الفتاح، عسيري يعرض، يا يا عبد الفتاح كملها يا اخي. خطيرة الان احمدوف، الكابتن، الكابتن حقهم خبراني يتقدم كمحور. السلام يا خبراني، خبراني شايل ما شاء الله دفاع الفريق بذي المباراة. الى بلايلي، بلايلي يقول للسومة رجع، حلوة حلوة، لو كملت النقلة لعبد الفتاح. عبد الفتاح قاعد ينكب الفريق، بخرجه، بدخل يزيد البكر وادخل هاني الصبياني. هذه التبديلات، بنعتمد على غريب زي صانع الالعاب، عرفت كيف؟ والبكر والصبياني. فباذن الله ثلاث تبديلات راح تقلب المباراه لنا وراح تخلينا نفوز. غريب، حلوه للصبياني، الصبياني للبكر، البكر العمر، حلوه السومه يا ولد، الصبياني يزيد. لا يا غريب، غريب بس انه لو ما جلاها عشان ياخذها من وراء ما كانت ممكن جول. حرام عليك، حرام عليك يا زودي. غريب السومه، يا يا عمر، يا يا عمر شد حيلك. هاني الصبياني، يا يا هاني السومه، يزيد، يا يزيد، يزيد ما شاء الله. وذول يوم دخلوا غيروا الفريق، معتز وارناتو، معتز وارناتو، يا السلام الكابتن معتز بالخبره يتفوق على مين؟ على لاعب كان من هدافين الدوري الانجليزي ارناتوفيتش، وكان من افضل اللعيبه الصراحه. اهنيك يا عمر، اهنيك يا معتز. يزيد البكر، لا يزيد، لا يزيد شد حيلك اكثر. غريب، حلوه الصبياني، السومه، يعني الصراحه مع دخول السومه اقصد يزيد البكر وحس ويزيد البكر والصبياني وغريب، الفريق تحسن جدا هجوميا، يعني صارت فيه هجمات اكثر، صار الفريق لعبه سريع، يعني اللي اول كانوا ثقيلين شوي هجوميا. حسون يا ولدي، حسون، حلوه، الله يا حسون، في الدقيقه الاخيره حسون يصنع للعقيد والعقيد يسجل للاهلي. والله هدف حلو، هدف حلو جدا، وحش حسون اعطاها الدعسه الاخيره، راوغ، شفت كيف اعطاها للسومه، السومه واحد على واحد، خلاص حقك يا السومه. صحيح انها صقعت في مدافع شنقهاي، لكن ما شاء الله هدف جدا جميل. السومه يعادل عبد الفتاح عسيري في اهدافه فاسيه، ويجعل الاهلي يتقدم 1-0 ويحسم بنسبه 70% طريق الاهلي الى نهائي اسيا وتحقيق البطوله باذن الله من جديد، لانه حققناها الموسم الماضي في فيفا 19 ونحققها الحين في فيفا 20. يصير عند الاهلي 2 اسيا. يزيد البكر، خطيره، يزيد 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 يعرض، يزيد، يا يا يزيد، والله يزيد سوى كل شيء ما شاء الله. شوف الشعار الذهبي، عرض، سوى كل شيء، بس غريب لو كملها بالراس بافضل شكل كانت ممكن تكون من اجمل الاهداف. غريب ويزيد والصبياني صراحه دخولهم جدا اضاف كثير للفريق وتعب فريق شنغهاي، صراحه ثلاثي جدا رهيب وشكلي بعتمد عليهم دائما كبدلاء يدخلون في المباريات. يلا انتهت المباراه 1-0. الصبياني وغريب تطور، الصبياني صار 64 وغريب 69. غريب ما اعتمدت عليه كثير لكنه لاعب ممتاز، يعني لو اعتمدت عليه وطورته زي دايما، يعني يوم انا العب الحالي بكرير في الاهلي كان ممكن يوصل بشكل افضل ويقدم اداء اروع، بس انا ما اعتمدت عليه، اعتمدت على مواهب اخرى. مباراه الاتحاد ما راح العبها ابدا، مباراه الدوري اصلا ما اعتقد اني راح العب اي مباراه منهم، خلاص
جبنا الدوري الموسم الماضي واللي قبله، فليه ألعب زيادة الدوري؟ خلاص عندنا ما شاء الله 12 دوري مع الأهلي. الأهلي كان لا مو 12 11، الأهلي كان 9 وأنا جيت وجبت له 2 صار 11 دوري. أمام الاتحاد إن شاء الله نفوز، حلو تعادلنا 1-1 بالتشكيلة الاحتياطية. مباراة شنغهاي الصين راح يكون عندنا مؤتمر صحفي الإياب نصف النهائي. بسم الله ندخل على المؤتمر. السير فارس العملاق، أنتم تواجهون شنغهاي اليوم بعدما تغلبتم عليهم في مباراة الذهاب خارج الديار، فماذا ثقتكم في المرور يا الأستاذ فارس الغامدي؟ والله يشوف شنغهاي يعني فريق كبير صحيح، ولكن نحن نهدف أيضا لتحقيق الفوز أمام جماهيرنا. جماهيرنا يتعبوا ويحضر بعد خلاص ما زال الفيروس الحمد يعني نزال الفيروس انتهى نهائيا، خلاص الحمد لله الفريق عاد. على الورق يبدو أن شنغهاي والأهلي متشابهان فيما يتعلق بالإمكانيات، فكيف سيكون تعاملكم مع هذه المباراة؟ والله أشوف أنا أقول يجب علينا التركيز باللعب بشكل جيد، يعني أنا أشوف أنه عندنا تكتيك بدون ما نضغط عليهم نفوز وغصب وزي كذا، لا ألعبوا برواق. احنا الحمد لله فزنا في الذهاب في أرضهم فقادرين نفوز في الإياب في أرضنا. يتمتع فريقكم بمستوى رائع مؤخرا، هل يعني هل تعتقد أنه بإمكانكم تواصلوا على هذا اللقاء السريع في المباراة القادمة؟ والله شوف أكون صريح معاكم، يعني أنا أكون كذاب إذا قلت لا، فأنا أقول لك على ثقة من ذلك. أنا متأكد الفريق قاعد يقدم شيء رهيب، وأنا متأكد أنه راح يستمرون بإذن الله على هذا المستوى الرهيب جدا، وراح نتأهل لنهائي آسيا. شكرا لك فارس أو الأستاذ فارس. الآن عندنا نصف النهائي أمام شنغهاي، راح تسوي محاكاة، وأنا متأكد ومتقن بإذن الله أن الفريق راح يفوز. حلو، ما فزنا، تعادلنا 1-1، ولكن تأهلنا رسميا إلى نهائي دوري أبطال آسيا. خلاص قربت البطولة يا رجال، انت اسكت يا جانين، يفكنا منك ومن شرك. لاعب مزعج مزعج في شوفة نفس، شايف نفسه يا رجال. ترى بتشوف الحين المفاجأة، قبل المباراة بسوي خبر يسعد جماهير الأهلي. نعم مو مباراة والله مدري إذا الذهب والإياب، لا يقول لك دق الحديد في السوق يعني في سوريا، اخواننا في سوريا وش يقولون؟ يقول لك دق الحديد وهو حامي، وانا بدق الحديد وهو حامي. فعشان كذا اوف رايد الغامدي جات اصابه، مستحيل اني العب احد من اللعيبه هذوليك، عشان كذا بجيب عند اللعيبه ما راح يلعبوا في النهائي. معتز هوساوي راح اريحه هذه المباراه تماما، راح اعتمد على العمري كقلب دفاع مع طلال العبسي. الكابتنيه بتكون عند نوح الموسى. بس هذا هو التكتيك الانسب. حتى الصبياني ما ابغاه يلعب، بلعب الزبيدي. والله الصبياني نبغاه، ما نبغاه يلعب وتصير له مشكله، احنا بنعتمد عليه. وحتى يزيد البكر ما نبغاه يلعب. نجيب مين دكه؟ نجيب الصبياني يا رجال، حط دكه ان شاء الله انه يبدع. طيب الان عندنا مباراه امام الاتحاد، لا الاتحاد العداله محاكاه بالتشكيله الاحتياطيه. اعتقد الفريق قادر انه يهزم العداله بهذه الاسماء المتواضعه الصراحه، قادرين باذن الله. حلو قلت لكم الفريق قادر بهذه الاسماء المتواضعه ان يهزم الفيحاء. مين جاته اصابه؟ اوكي رايد الغامدي ما في مشكله، بس الان اشوف الحلو اللياقه كامله جاهزه، فالحمد لله الفريق اعلن جاهزيه كامله. صحيح اني غالبا خلاص راح تكون نهاية آسيا هو نهاية هذه السلسلة، ولكن بحط يزيد البكر يتطور بس كشكل. فالصبياني قريب جدا يصير 65، عبد الباسط هندي ما شاء الله تبارك الله صار 73، كابتن كابتن من يومك عبد الباسط. فالآن عندنا الختام أمام فريق سابورو. نعم طيب سوزا يقول لي حضرة المدرب، من الرائع انك تقدمنا في الأتمنى. اوكي 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 انت مصدر الهام اكيد، راح اعطيك فرصه، كلمني على الواتس وانا ما ردك. طيب حلو الاياب راح يكون في ارضنا، يعني التتويج باذن الله في ارضنا. نعم انا متاكد ان راح نتوج باذن الله. انتم على وشك مواجهه هيكودو في النهائي والذي يعتبر خصما قويا، بامكانكم اخبارنا كيف ستتعاملون مع الارهاق؟ انا اقول والله شوف نحن عملنا كثير واجتهدنا كثير للوصول هنا، فلن نسمح ان ياخذ منا الكاس، وسيقدم لعيبتي كل ما لديهم باذن الله. حققتم انتصارا واضحا في مباراتكم السابقه، هل تعتقدون ان هذا سيؤثر على معنويات الفريق الياباني؟ والله انا اقول لك المعنويات احد الجوانب الاستراتيجيه، لان اداره فريق اي رياضه لازم يكون عندك جوانب استراتيجيه. سنذهب الى المباراه بموقف ايجابي واعتقد ان هذا سيساعدنا في المباراه. فيتمتع فريقكم يعني نفس السؤال الماضي، انه فريقكم ما شاء الله قاعد يقدم مستوى رهيب،
هل تتوقع انه يعني راح تستمرون على هذا المستوى؟ نقول يمكننا حتى القيام بافضل من هذا، احنا قادرين نقدم مستوى رائع جدا ورهيب يجعل الجميع يسكت ويحترمنا. شكرا لك استاذ فارس. اذا الان الحلقه القادمه راح تكون نار، راح يكون عندنا باذن الله الذهاب والاياب امام الفريق الياباني، وعندنا مباراه امام الحزم ما لها داعي يا رجال. فانا قبل ما انهي الحلقه ابسعد الجمهور بخبر جدا مفرح، وهو اعفاء الفاشل الجانيني. انقلع يا الله لا يردك يا شيخ، فك من وجهك اللي يجيب النحس. وبنجيب لاعب ما عليكم مهاجم عشان يعني لا ننكب. دقيقه ايوه، بنجيب لاعب مهاجم عشان لا ننكب قدام الفريق ذاك اللي هو الحزم، انه يعني اللاعب السوم بالغلط عشان اللياقه ما ادري ايش. ما ابغى اجيبك انت، بس كنت بشوف هل في احد اخذك، لانه ما تستاهل احد ياخذك. مين ناخذ؟ باخذ ذا اللاعب، لاعب هندي عنده خبره يلعب في الحاره، عرفت كيف؟ فنجيبه. جبنا لاعب من الحاره، والله اني كفو احترم المواهب. طبعا هذا كان يبيع يعني فول ومدري وش، بس انه لعيب والله، يقولون اهل يعني اللي ساكنين في الهنداويه مدحوا لي اياه. يعني انا عندي واحد من مصادر الخاصه ساكن في الهنداويه فعلمني انه لعيب لعيب. تشادة حلو، تشادة موهبه ممتازه ويحترق على الشعار، والله سمعت انه يعني يحترق على الشعار، يعني يقول لك اعطيه الراتب بس يحترق لك على ابو الشعار، ابو الشعار. شايفين كيف؟ مو بس الشعار، ابوه. هذه هي المرجله اللي احنا نبغاها من زمان. تعال يا تشادة. طبعا ما راح يلعب، راح تكي دكه للكابتن عثمان الحاج. فخلاص راح تكون كذا تشكيلتنا الاحتياطيه امام الحزم يوم تجي المباراه باذن الله. خلاص الان وصلنا تقريبا لنهايه الحلقه، ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، حلقه منوعه وحلوه وخفيفه. والحلقه القادمه راح تكون جدا ناريه، لانه راح يكون عندنا النهائي المنتظر، السوما ضد لوبيز على صداره هدافين اسيا، وايضا عبد الفتاح عسيري داخل في المنافسه، بالاضافه الهلال انصك اوف الاجمالي 6-1 مجموع اللقائين يعني. كان معك فيصل عبد الخالق، ان شاء الله يكون مقطع عجبكم باذن الله، نشوفكم مقطع ثاني باذن الله. كان معكم فارس عبد الخالق زي ما قلت. وقبل ما ننهي المقطع حاب اقول لكم اللهم صل وسلم على نبينا محمد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.